تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. ثلاثة زملاء إذا سمحتوا أو أربعة ثلاثة على الأقل الأستاذ يعقوبي مرة أخرى باش يجاوب على الشق اللي عنده ولو بإيجاز. أنا عارف داكشي الغالي اللي تهمه كثير ولكن يحاول يدير بالإيجاز رأفة بالحضور. والسي عبد الله صبري لأن كانت تما إشارة واش هذاك الناس اللي الورشات واش يهموش الشعبية للرفع من المستوى ديالها على المستوى الشعبي ولكن كذلك لفتح واحد النافذة نحو العالمية ولإظهار الإبداعات اللي كاينة لأن هي اللي سمحت ليه أنه يبقى مستمر ولكن كذلك الإبداعات الشبابية اللي تقدر تبان مازال مستقبلها كذلك يكون واحد الواجهة إضافية للجهة ديال تسوس ساكنة تسوس أنه سيجعل من بيلمون الكرنفال الدولي لأكادير موعدا سنويا بمواصفات عالمية تجمع بين التراث. أنتم شوية لأن الأسئلة اللي طرحتوها راه مهمة ولكن للإجابة عنها إجابة إلى حد ما مقنعة شوية ديال الصبر. غادي نبدأ بواحد الموضوع اللي تيعود في النقاش. بعض العبارات تستعمل مثلا التشبه بالنساء ممكن نسمعوا الجاهلية وعبارات أخرى. هذا المعجم معجم ديني بمعنى اللي تيستعملوا الخلفية ديال معالجة الموضوع راه هي خلفية دينية. وانا تنقول هذا يعني بما انه لا تحدث عن مهرجان. سيدي علماء العينين عضو فريق عمل اعداد بيلمون الكرنفال الدولي لمدينه اكادير والمكلف بالسكرتاريه ضمن الفريق. ننظم اليوم الندوه الصحفيه اسبوعا قبل انطلاق هذه التظاهره لاننا نراهن على ان تكون ان شاء الله كسابقه على المستوى الوطني متميزه في تركيبتها وفي برنامجها لانها زاوجت بين ما هو تربوي تكويني من خلال الورشات وبين ما هو فرجوي من خلال الكرنفال ومن خلال السهرات ولكن ايضا مما هو علمي من خلال الندوه العلميه الدوليه التي تجمع بين العديد من المشاركين على الصعيد الدولي. اذا انا اعتقد على انه كرنفال مدينه اكادير سيكون تتويجا للطابع الاحتفالي الذي عرفته كل مناطق سوس وسيكون تتويجا لها ان شاء الله.